سابق العادي لكن بشرباتي كوميتين ما تاماتوا على بالماء توزبيدي وكري إذا نادى المضافو مجنبا كاسدين وغنباهك هو المتورد وتقصير يوم الداجن والداجن معجب ذيبهك ناكين تحت الخي طائل محمدي كأن البوري نواد ما لي جاعوا اللقات على هاشاني العوشين وعلى من خطادي كريم يراوي نفسه في حياته اسعى تعلى مؤين متناغى دن عيون الصادي عار قبرنا حميم بخيلين بماله كقبري قوي بالبا طالات مفسدي تارج وتنمت رامين عليهما صافي خصوم منيسة فيه مجندلي لا معود الروضان في اللحظة اللي بيركز فيه في الموية الشحنة طلعت صوت وانت هذا بوصل ثاني يمين يعني كل شيء يشجع على روغان بالمكان اللي يبغاه مركز مع الموية يسار وخاف من صوت الشاحنة يسار وانت اصلا ماسك باليمين وكنك ناوي تروح يمين يعني الروغان جاي على طبق من ذهب مع ذلك مجرد حاول يروغ بس تعديل اليد بالشكل هذا خلاه يفشل في الروغان واستمر على نفس الدعسة يعني ما بين محاولة الروغان والفشل والرجوع لنفس الدعسة اللي أنا فيها الهد دون زيادة أو نقصان حرفياً أقل من نص ثانية حاول ترجع تشوفها ما أدري بانه لا لأنه كده صور بس جزء من الحصان يسار ففي أشياء تبين مرة وانتراك بتحس فيها أو واحد يصوركم بعيد لكن ما تبين طبعاً لما أصور نفسي لكن حاول ترجع لها وتشوف لما خاف من الموية حاول تشوف إلى أي مدى تستطيع تحكم فيه بالشكل اللي تبغاه تماماً لكن ألاحظ ما أنا أشوك المفروض ما أدخل أشوك لكن بالغ أني ماسك بيد واحدة في يا رجل ما يحتاج تكفى خلاص فعلى طول بيد واحدة مشيت على جنب بيد واحدة رحنا يمين وأنا مخلي طالع يسار ودخلت في المكان اللي خايف منه تماما طبعت فيه ولو أصر وما عندي قدرة أن بيد واحدة أسويها بالدقة المطلوبة وقفت السوق أرجع بيدين طبعا لما أقول لك ما يقدر بيد واحدة قصدي دقة أصلا موزون ما يمكن تمسك بيد واحدة يقوم تقول رقبتي قوية ما أقدر أتحكم فيها رقبتي خفيفة أصلا لكن ممكن بيد واحدة ما عندك دقة كافية انك تجمع صح تزلك صح تكي صح بيعطيك المطلوب لكن مو بالدقة المطلوبة فلما تركب يدين توزن اللي يركب خطأ اذا ركب يد واحدة ممكن ما يقدر يسوي اللي يبغاه لان الحصان يستعمل القوة معه وبيحوسه كذا ولا كذا بس لما يستعمل يدين يكون اقوى جسمه فاللي يركب خطأ يكره اليد واحدة في بعض الحالات وما يركب ما يركب بيد واحدة في بعض الحالات لانه اصلا يستعمل القوة ويد واحدة اضعف من يدين الحصان بيحوسه هنا وهنا اللي يركب صح ممكن ما يركب يد واحدة في بعض الحالات لانه بيتحكم بالحصان هنا وهنا بس يبغى الدقه والدقه يقصد بها ان يجمع اصح اذلك اصح اتكي اصح وحتى القفل اقفل اصح
ويقصد بالأصح يعني دقة أعلى لما تكون من جهتين غير لما تكون من جهة واحدة. حتى في طرق ركوب الكفل لما يكون الركوب بيد واحدة مو بس عادي، هدف أصلا، هدف إنك تركب بيد واحدة والشغل كله برجول. مرات يضطر يركب يدين في البداية أو حتى مع صنم موزون بعض الحالات عشان يذكر الصنم قادر على القفل عليه من الجهتين نفس الوقت مو بس من جهة واحدة بيد واحدة.